على أي حال أنا بأكد تاني على النقطة الأساسية في هذا الموضوع. هذا أستاذ طبيب، أستاذ جامعي، تم على طول التحرك من وزير التعليم العالي، وأنا بحيي الدكتور خالد غفار الحقيقة، لأنه في مثل هذه المواقف لا يتردد لا يتأخر. كمان الدكتور محمود المتين رئيس جامعة عين شمس أنه خد على طول طبقا للائحة حوله للتحقيق، لأنه هو هنا المشكلة إيه يا جماعة؟ أنا أشوف رغم أن أنا بقول يا ريت محدش يقول الأطباء كلهم كده، لكن الأثر حصل، المشكلة حصل. هو بيعمل حاجة ومعتقد أنه حاجة لطيفة، يعني حاجة ظريفة، قاعد يضحك على الراجل وبعدين الاتنين كمان اللي بيشاركوا في هذه المهزلة ما هم مجبرين يعني مجبرين على هذا الفعل. خلونا نسمع كمان من الأستاذ رضوان الزياتي عضو مجلس النواب السابق، وهو كان موجود مع عادل. أهلا بك يا فندم. أهلا أهلا دكتور، أهلا أهلا بحضرتك. يعني الموقف الآن أعتقد هو داخل في مساره القانوني، وإن شاء الله عم عادل يرجع له. بس قول لي أنت كنت قاعد مع عم عادل والتحركات كانت طبعا عامله ازاي؟ احنا طبعا حضرتك احنا ما عرفنا، انا طبعا الواقعه دي شفتها، الفيديو ده شفته بعد صلاه الفجر النهارده. فطبعا انا تواصلت، عارف ان الراجل ده من بلدياتي ويعني من اهلنا يعني في القلق يعني. فطبعا احنا عرفنا ان هو منهار نفسيا وعصبيا، والراجل طبعا فتواصلنا معاه وجبناه وقعدنا معاه وقلنا له احنا في ظهرك، وكان في اتحاد المحامين في البلد هنا في حوالي 200 محامي، ورفعوا امبارح قدموا بلاغ للنائب العام امبارح بالليل، والنهارده برضه احنا واقفين معاه، وان شاء الله هنتابع القضيه، وان شاء الله احنا متواصلين ومع كل الجهات، وعلى اساس ان احنا نجيب للراجل ده حقه. اولا حق ربنا طبعا، الدكتور ده اما يغلط بقى في حق الذات الالهيه طبعا ربنا ان شاء الله طبعا هينتقم منه. بس انتوا يا فندم ونفس القانون. نعم انتوا تقدمتوا خلاص ببلاغ رسمي خلاص، المحامين كلفوا ان هو تقدموا وبرضه هيتابعوا، وهي برضه هيتقدم مذكره برضه بنيابه عن اهل القلق عشان الخطا اللي اتحصل فيهم، لان صحيح. هو اساء لاهل القلق كلهم. صحيح. قالك ديت حضرتك بلد محترمه وبلد عريقه، وهي من اكبر القرى في محافظه الالوبيه، يعني عدد السكان هنا يزيد عن نص مليون نسمه. صحيح. وكلهم صحيح. ناس بقى يعني فيها قيادات سياسيه وقيادات شعبيه يا فندم، هو الخطا لو في اقل، لكن الخطا حد. الاكبر يعني الجريمه الاكبر ان هو اخطا في الذات الالهيه. لا لا يعني من غير ما يكون في من غير ما يكون في كل الناس وقامات مواطنين عاديين حتى الخطا يعني لا يجوز في حقهم. انا بشكرك جدا يا فندم، وهنبقى متابعين مع حضراتكم. فيعني هذه الواقعه انا ما هنا القانون دخل، النائب العام دخل، الجامعه دخلت، فخلينا نبقى متابعين ما يحدث في هذه الواقعه المؤسفه الحقيقه والمخزنه.